عين نادي شبيبة الثورة محمد حنكوش مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي خلفا لمحمد بلحفيان الذي تولى المسؤولية مؤقتا بعد رحيل الفرنسي دونيس جوافيكا الذي استقال بدوره من منصبه قبل نحو 20 يوما. ويستهدف حنكوش إبقاء شبيبة الثورة بدور الأضواء حيث يحتل الفريق حاليا المركز 12 على لائحة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة. ويعتبر حنكوش الذي سبق له تدريب العديد من الأندية الجزائرية خامس مدرب يشرف على تدريب شبيبة الثورة منذ انطلاق الموسم الكروي منذ أوتا الماضي. ألحق جمعية وهران خسارة جديدة بمولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح المرحلة 21 من البطولة المحترفة الأولى موبيليسا. وسجل أهداف المحليين كل من عنتر جمعوني ومحمد بن طيبة، فيما أحرز مصطفى جالط الهدف الوحيد للمولودية في الدقيقة 52. وشهدت المباراة أحدث شغب تسبب فيها بعض مشجعي مولودية الجزائر الذين قاموا باقتلاع مقاعد المدرجات ورموا بها إلى الملعب مباشرة احتجاجا على نتائج فريقهم السلبية. تغلب اتحاد الجزائر على شباب قسنطينة بهدفين دون رد سجلهما مختار بن موسى ويوسف بليلي في مباراة عرفت تألقا كبيرا من عناصر سوسطارة في الجولة 21 من دور المحترفين. واقتنص الاتحاد المركز الثالث من جمعية وهران بفارق الأهداف بعدما تساوى رصيدهما عند النقطة 33 في حين تجمد رصيد شباب قسنطينة عند النقطة 27 في المركز 10. لحساب ذات الجولة تغلب مولودية العلم على ضيفه أمل الأربعاء بهدفين دون رد سجلهما عبد الملك عباس ووليد درجة في الدقيقتين 27 والحادية 31 ليرفع مولودية العلم رصيده إلى 27 نقطة في المركز 9 فيما توقف رصيد أمل الأربعاء عند النقطة 29 في المركز 8. فوز رفقاء حامتي من شأنه أن يرفع المعنوية قبيل الاتجاه إلى إثيوبيا لملاقة سان جورج في إياب الدور التمهيدي لدور أبطال إفريقيا. يبدو أن اتفاقا وشيكا في غضون اليومين المقبلين بين إدارة اتحاد الحراش ومدربه السابق بوعلام شارف يقضي بعودته إلى تدريب النادي الأصفر خلفا لعبد القادر يعيش المستقيل منذ نحو أسبوعين. يذكر أن شارف كان قد استقال قبل أسبوع من تدريب اتحاد بالعباسة بعد أقل من شهر على توليه المهمة في ثاني تجربة هذا الموسم بعد فشل تجربته الأولى مع مولودية الجزائر.